دعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الأعمال إلى المبادرة للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل الأول من يناير 2018، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تسجيل الشركات. وبيّنت الهيئة في بيان صادر عنها أن عملية التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي سوف يتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام المقبل هي مجانية، ويتم إجراؤها بشكل كامل عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجودة على مواقع الهيئة الاتحادية للضرائب. وصلت الأعمال الإنشائية في عدد من أجنحة الدولة المشاركة في إكسبو 2020 مرحلة متقدمة في الأعمال الإنشائية، وذلك ضمن موقع الحدث. وتشكل الأجنحة في مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي الفرص والتنقل والاستدامة أول المباني التي بدأت ترتفع فوق سطح الأرض في الموقع. وكانت الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات بدأت خلال مارس الماضي بعد منح شركة الفطيم كارليون التي تتخذ من دبي مقرا لها عقد تطوير بقيمة 2.2 مليار درهم، وستقوم بعض الدول المشاركة ببناء أجنحتها بنفسها، بينما سيقوم إكسبو 2020 دبي ببناء أجنحة أخرى ليتم تأجيرها.